السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى تصريحات تشافي هرنانديز قبل مواجهة إسبانيول في الديربي الكتالوني وتحدثه على بعض اللاعبين. طبعا قبل البدء في التصريحات، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو، ولنمر إلى تصريحات تشافي هرنانديز. صرح تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة وكشف: ما رأيته بالتدريبات إيجابي للغاية، الفريق يترقب المباراة بشدة، سنحتاج للدعم الجماهير أيضا، غدا يجب أن نسيطر على أي موقف قد يحدث بالمباراة، علينا العمل ككتلة جماعية معا بفريق، خصوصا عندما نلعب بأرضنا، يجب أن نكون حاصنا منيع، لدينا ديربي ولا مجال للفشل، لدينا إصابات عديدة، لذلك سنعتمد على الشباب وهم مستعدين لذلك. قد تكون هناك مفاجأة بالتشكيلة، حتى الآن لم أقرر من هما التشكيلة الأساسية الذين سوف يلعبون. داني ألفيس سيضيف للفريق كل شيء، لقد رأينا ذلك بمباراة الأخيرة، إنه جيد بدنيا، مأسوف أننا لم نتمكن من الاعتماد عليه حتى يناير. القواعد: إنها مسألة تتعلق بالنظام، ليس صرخا أو طريقة للمراقبة. هذه القواعد لها أهمية كبيرة، وهي أساسا نجاح المجموعة وتعتمد على التعايش. نحن عائلة قبل كل شيء، أنا سعيد ومتحمس وواثق بالفريق، أريد أن تبدأ المباراة وأشعر بالتوتر أقل عمن كنت ألعب كنت أشعر بها عندما كنت ألعب. تفاجأت بالموهبة التي يملكها النادي. المجموعة سعيدة وإيجابية للغاية، لقد تحدثنا مع جميع اللاعبين، الهدف غدا الفوز وأن نكون إيجابيين وأن نفكر بكل مباراة على حدة، لكن يجب أن يقتل برشلونة من أجل تحقيق كل الألقاب. نأمل أن نستغرق الهزيمة وقت طويل حتى تحدث. أنا أعد الفريق تكتاكيا ونفسيا حتى يكون كل شيء على ما يرام غدا. يتمتع جافي بقدرات دفاعية وهجومية جيدة جدا، لاعب متنوع جدا وصغير جدا لهذا قدرات، لكن ما يقدمه يحدث بالفعل مميز، لاعب ضد لاعب يمكنه اللعب بعدة مراكز. ديباي لاعب مهم جدا، إنه يصنع الفريق ونريده أن يكون على تواصل أكثر مع الفريق، نحن بحاجة إليه كباقي اللاعبين المتاحين. وكونتينيو يجب أن يبحث عن نفسه، لقد تحدثت معه، أنا شخصيا أحبه وقد يكون ذلك مهم، مستعد للتضحية بحياتي لأقدم كل شيء وينجح هذا الفريق، لأننا ندين الكثير من الناس والمشجعين ولا يمكننا أن نخذلهم. إسبانيول فريق جيد للغاية ويلعب بشكل جيد، ستكون مباراة معقدة ومليئة بالتوتر. هذا ما جاء في تصريحات تشافي هرنانديز قبل مواجهة إسبانيول غدا. لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو، سلك كل جديد، وإلى اللقاء.